عرفونا أكثر عن نظرية أرسطو. أنا هبة حزام، لويت كمان سنة بالرسمية. نحن عن أرسطو. Aristotle, a Greek philosopher and scientist, who shared with Plato and Socrates the distinction of being the most famous of ancient philosophers. He was born in 384 BC at Stagira in Macedonia and died in 322 BC. At the age of 17, he went to Athens to study at Plato's Academy and stayed there for about 20 years. أرسطو هو أول واحد حول التفكير العلمي من التجريب إلى التجربة، وهو أول واحد وضع أسس التفكير العلمي الصحيح عبر الملاحظة والاختبار، وحكى عن نظريات عديدة أبرزها. فسر أرسطو الكون إنه بيتألف من خمسة عناصر أساسية، هاي العناصر منها أربع عناصر أرضية يلي هي الماء، النار، التراب والهواء، وعنصر ثابت سماوي هيدا العنصر سماه العنصر او هيدا الاثير هو بيتحرك بشكل دائري وكمان هو بينقل النور. نسيان شوقي هو اعتبر كمان انه الارض هو مركز الكون وانه الهابير بوديز فور فاكتور ذا لايتر وان ذي هاف ذا سيم شيب وكمان انه في كثير علماء نقدوا في ثلاث علماء عرضوا أرسطو بنظريته اللي هن الثلاثة أينشتاين وكوبرنيكوس وجاليليه اللي برهنوا انه الضوء ما بيحتاج ميديوم حتى يمشي وكل الأجسام بتمشي بنفس السرعة بالفاكيوم والأرض هي منا مركز الكون الأرض منا مركز الكون ومش كل شيء بدي أقول إنه أرخميدس هو عالم فيزيائي كثير مشهور خلق بسيراكوس عام 212 قبل الميلاد ومات بسيراكوس عام 287 قبل الميلاد وهو مش بس عالم فيزيائي هو عالم رياضيات ومهندس هو اكتشف قانون الطفو محمد مروي هلا لولا بوسيد على الشمال ما كان في هلا السفن اللي عم تبحر ولا الممطار ولا كان في تيارات كثير بوسيد على الشمال كثير مهم هلا عنا في رواية مضحكة بتقول لأرخميدس إنه خروجه بشوارع سركسة عاري، ليش؟ في مرة من عوادة مرة شافوا في ملك عملوا ذهبجة لملك تبعون صقلية تاج على هيدا التاج شكلي انه اللي كنا مغشوش اخذوا عند ارخميدس شاف وزنه انه نفس وزن تميل عطية هالذهب بس شكى ارخميدس انه يمكن معقول يكون مغشوش التاج بس انه لازم يكون ما يقدر التاج ولا يخرجه فاخذوا هو مرة بالحمام الشعبي هو عم يقعد بالبانيو وشاف انه كمية المي اللي عم تطلع من البانيو قد كمية جسم وزن جسمه فعرف ارخميدس طلع بريت الشوارع هو عاري عم بقول وجدتها اما اخر شيء عرف انه التاج كان مغشوش وما بده ما يتسبب بشيء انه للتاج اول شيء ابن هيثم هو عالم عربي مؤسس علم الضوء ألف كتاب المناصب اللي بيتضمن العديد من الآراء منها شرح العين تشريح كامل ووضع وظيفة كل جزء بالإضافة إنه اكتشف ظواهر انكسار الضوء وانعكاسه وبين لنا إنه الضوء بيمشي بخط مستقيم بدون وسط متجانس وبين لنا كمان إنه هو خالف نظرية بطليموس اللي بتقول إنه الضوء بيطلع من العين وبس أثبت إنه الضوء بيجي على العين ونحن برهنا هيدي النظرية بتجربة عملناها بهيدا البوكس تفضل شوفوا لو سمحتوا بس فيكم تشرحوا لنا شو عم بيصير هون اسمي مريم بكري بوسط لبن الصدر درس ابن الهيثم ظواهر انكسار الضوء وانعكاسه بشكل مفصل وهيدا المجسم بيثبت لنا نظرية ابن الهيثم هون بنصلي الضوء وبنشوف كيف عم ينعكس الضوء ومن هون من هون بنشوف انكسار الضوء كيف بينكسر
ولازم يكون لايك ليضبط الانكسار والانعكاس، لازم يكون في تو ميديو بينتقل منه من الري. البيروني هو عالم مسلم ما اسمه بالكامل ابو الريحان محمد بن احمد البيروني، ولد عام 1973 ميلادي، وتوفي عن عمر يناهز 75 سنه. كان له اهتمامات بعده مجالات. من اهم كتبه للبيروني كان عنده اهم شيء 5 كتب، من اهمهم الاثار الباقيه عن القرون الماضيه، الصيدليه، فهم علم التنجيم، وكمان عندنا دراسات من الهند والقانون المسعودي. بس فيكم تعرفونا شو عم بيصير هون قدام الشرق؟ عندنا الظاهره اللي درسها البيروني هي ظاهره كسوف الشمس، بتكون الوضعيه للقمر بين الارض والشمس. في عنا حالتين من الكسوف، الكسوف الكلي والكسوف الجزئي. بالكسوف الجزئي بدوم 3 لـ4 ساعات، وبيكون القمر بيحجب ضوء الشمس عن الارض جزئيا، بينما الكسوف الكلي اللي بدوم 7 دقائق وبيحجب والقمر بيحجب ضوء الشمس جزئيا عن الارض. نيكولاس كوبرنيكوس ولد ب 19 شباط 1473 بتورونت بولندا. هو عالم تعلم الرياضيات، وب سنه 1996 انتقل لايطاليا ليتعلم الفنون والقانون وعلم الفلك، اللي كان هو اهم وهو اللي اخذ كل تفكيره لنيكولاس. فهو كان يعمله واخذ له حيز كبير من حياته، وكره كل حياته كرماله. ولما طلع وقعد ببرج لمده 30 سنه كتب فيها كل النظريات اللي بيحكيها واللي كل العالم كانت ضده، لانه هو كان عم بغير مجرى العلوم. فانتقل وكتبهم كلهم بكتاب سماه ذا ايفولوشن، واللي هي يعني الثوره في مجال في مدار الاجرام السماويه. وهيدي النظريه كانت بتقوم على تغيير مجرى العلوم. ديانا قبل نظرية كوبرنيكوس كان في اعتقاد بالعالم انه الارض هي مركز الكون، لكن هو من خلال نظريته اثبت انه الشمس هي مركز الكون، غير كل الكواكب بتدور حولها، فغير مجرى العلوم من الجيوسنتريك للهيليوسنتريك. We are the students of LASD. Galileo was born in 1564 Italy. He made remarkable discoveries in mechanics. He will improve the first telescope that magnified the image 3 times, while he magnified the image 10 times. Mr. Galileo was the first to use the idea to see through the telescope out of the skies. This helped him discover the phases of Venus, the 4 moons of Jupiter, the sunspots, and that the moon was not, as they said, all heavenly bodies are perfect spheres, but had mountains and valleys. In 1633, Galileo was sued for telling the public that the earth rotated around the sun and not the other way around. So he was sentenced to life imprisonment. At the age of 72, Galileo went blind because of a disease. He later on developed insomnia, uremia, and heart palpitations. At the age of 77, Galileo said bye to life. Now about the improvement of the telescope. First, we had a Galilean telescope that is called the refractor telescope. Then comes the reflector telescope that was credited to Sir Isaac Newton. And then comes the radio telescope that picks up radio waves that are emitted from radio sources in the space. And last comes the Hubble telescope that is a giant telescope invented in the 25th of April in 1990. Johannes Kepler كان من العلماء المؤمنين. إذ هو اعترف إنه الله خلق الأرض، وهو وضعنا بس نكتشف هيدول الأشياء مش نخترعها. جوهانس كيبلر ولد عام 1571، كان عالم فيزيائي ألماني ارتكز بعلمه على علم الفلك، وعنده منجزات مهمة اللي هي 3 قوانين، وبالإضافة لهيدول الثلاث قوانين في عنده منجزات كثيرة بعلم الرياضيات وبعلم الأوبتيكس وبعلم الريفراكشن الانعكاسات، ومات بعمر 58 بمرض خطير.
عن قوانين كبلر. قانون كبلر الأول اعتبر أن الكواكب بتدور حول الكواكب بتدور حول الشمس بشكل إلليبتي أو بغضاوي أو إليبت، واعتبر أن حركة دائرية للكواكب هي باطلة. قانون كبلر الثاني اعتبر أن الكواكب كما تقرب عن الشمس بتزيد سرعتها، وكما بتبتعد عنها بتنقص سرعتها، فاعتبر أن الشمس عندها قوة كبيرة من المغناطيس. قانون كبلر الثالث اعتبر انه مكعب الازمنه الدوره حول الشمس بتتناسب تناسب طردي مع مكعب مسافتها عن الشمس اللي بتساوي 25 زائد او ناقص بالنسبه لكل الكواكب. والكواكب المكتشفه هي كبلر من السلسله اورانوس ونبتون وبلوتو، اكتشفوا بعد عصر كبلر. وكمان بالاضافه لهيك اكتشف كبلر هذا المرصد، هو مرصد يدوي استعملوا لي أبرز إنه حركة الدائرية للكواكب هي باطلة. زهرة إسماعيل، بلايس باسكال هو فيلسوف اهتم بالماث وبالفيزياء، كان خلق بمدينة فرنسا سانت فلاندرمون. و اوكي زيدان، لما كان عمره 12 سنة برهن إنه للتريانجل في 180 درجة الزوال، ولما صار عمره 16 سنة اكتشف الديجيتال كالكوليتر لحتى يساعد بيو بجمع الذرات. كمان اكتشف الفاكيوم من خلال اكسبيرمنتس على البارومتر اللي عنده توري شلي عالم إيطالي. كمان philosopher, an architect and a polymath who played an important role in scientific revolution through both theoretical and experimental work. In this portrait that summarizes all our work, we have a glimpse about Robert Hooke, his family, his description, personality, also about his life, his early life where he was fascinated by observation, mechanical work and painting, his adult life and when he was in Oxford where he secured a Christopher's place, also about the Royal Society when it was in 1660 and he was named the Curator of the office by 1665. Robert Hooke has an important role in many fields. He worked in astronomy where he discovered the rings of the planet Saturn and discovered some stars. He also worked in microscopy where he included the germ cell into our biology. He worked also in gravitation where he gives the principle that all objects move in a straight line except when they are deflected by some force. His great invention was Hooke's law in the field of mechanics, which we all learned in the intermediate classes. Also, he was an architect where he built so many things. This church is one of his buildings and it still stands till nowadays. This is also a PowerPoint showing how Robert Hooke works. Also, this is a brochure and a STD that also summarizes all our work. We shared in this festival because we love physics and because we want to make all the students that study Hooke's law and only know Hooke's law to know who is Hooke, what did Robert do in his life and how was his life. Thank you. معك علي جعفر من مدرسة الاي سي اتش. نيوتن هو عالم مشهور ولد بانجلترا لندن عام 1643، عاش تقريبا 84 سنة.
نيوتن عظم اكتشافه الجاذبية، اكتشفه وقتها كان قاعد تحت شجرة التفاح، وقعت عليها التفاحة فتساءل ليش ما راحت يمين أو شمال أو طلعت لفوق، فهو عطى نظرية إنه في شيء عم شدها على الأرض اللي هي الجاذبية، وعطى صلة بين التفاحة والقمر، يعني ليش القمر ما بيقع على الأرض؟ لأنه في جاذبية عم بتضلها تفصل الأرض بين القمر. وكمان برهن إنه الدورة الشمسية كيف بتتم، إنه الكواكب كلها بتشد الشمس، بعدين بس توصل عند الشمس المومنتم اللي إلها بتخاف فبتبتعد عن الشمس. عنده كمان نظرية الأجسام الثابتة والمتحركة، يعني أنت بس تكون ماشي بالسيارة بتشوف الشجرة عم بتقرب، والعكس صحيح. هذه كمان نظريته الثانية. عنده كمان أعظم اكتشافاته هو التلسكوب العاكس، برهنه عشان يبرهن الضوء النقي. من زمان كان يعتقدوا انه الضوء لونه ابيض، بس هو لا، مألف من 7 الوان اللي هن الوان قوس القزح. ايضا نيوتن عنده مثل نظريات عن اجسام المتكلمه لو ضعف موشن. اول له هو الانيرشيا، ان اني بودي ان موشن ريمينز ان موشن انتل انبالانس موشن كونت على هيت. ثاني لو هو الفورس ايكوال ماس تايمز اكسلوريشن. ثالث لو هو اني اكشن هاز رياكشن ويتش هاز سيم امبليتيود بات اوبوزيت دايركشن. وعنده كمان بندلوم ويتش provides us to know about mandibles. Force attract on ball and react on other balls. بونجورنو، نحن طلاب ثانوية سور رسمية المختلطة، اسمي فرح عز الدين. نحن درسنا عملنا بحث عن ألكسندر جوزيف أنطونيو أناستاسيو فولتا، هو عالم فيزياء إيطالي الجنسية، ولد في 18 فبراير 1745 بمدينة كومو شمال إيطاليا. عمل أبحاث كثيرة ومنها البحث اللي بيتسمى اليوم المكثف، يعني الكوندنساتور، وهي العلاقة ما بين الفورس الكتروموتريس والكونتيتي دالكتريسيتي. وبرهن إنه هن علاقتهم تناسبية، يعني بروبورسيونال، لما يكبروا بيكبروا سوا ولما يصغروا بيصغروا سوا. ومن اختراعاته هي الفولتايك بايل. This is the first battery ever. It's made up of copper plates and aluminium plates within from a tissue with NaCl solution. NaCl is salt water. هي acid make reaction between the copper and the aluminium. This gives us electricity about 0.5 volt. Then he also invented the electroscope. This is a machine that shows us the weakest electric charge. When we make electrification by rubbing this plate on the jeans and put it on the copper wire, the charges come from the copper to the aluminium. They both are negatively charged and make a repulsion. He also discovered the methane gas by coming out as bubbles from the marshes. He and began with experiments, flammable and explosive, until he constructed steady burning gas lamps. حوراء هاشم من ثانويه الامجاد اللبنانيه. البروجكت اللي قلنا بيحكي عن جورج اوم، هو عالم فيزيائي الماني خلق ب 16 اذار عام 1789 بلانجن مدينه المانيه، ومات ب 6 جولاي عام 1854 بمدينه ميونخ مدينه المانيه. تأثر جورج أوم بفولتا يلي هو عالم فيزيائي يلي اكتشف البطارية الكهربائية. من خلال اكتشافه اخترع أوم، هي حاول يعمل علاقة بين الفولتج والكرنت، فطلع بهذه الثيوري U equal RI. U proportional على الـ I inverse proportional على الـ R. هذه الثيوري أخذت عملت صدى كبير وإنجاز عظيم بمجال الفيزياء الاختباري. ظهر تقرير مفصل عن قانون أوم. فيك
كتابي الشهير The Galvanic Surface Concern Investigated Mathematical. مثل ما بنعرف انه اوم كان ايام الثوره الصناعيه، فكان هو العلماء يقولوا انه لازم نحرق فحم حجر كثير لحتى القضبان يذوبوا، بصير فيهم يزرعوا القمح كثير ويطعموا كل العالم. اما الفكره اللي هلا بينت فانه الجلوبال وورمينج عم بياثر كثير على الطبيعه، فقدرنا نعمل من خلال هيدا البروجكت نستفيد من ثلاث موارد طبيعية هي الهواء والشمس والماء، نقدر نطلع منها طاقة. مثل ما هون شايفين الماء بتنزل بسوريكة هيدا التوربين بيأدي لشغل هيدا الكهرباء اللي هون. كمان استخدمنا الويند ميل طاقة الهواء نستفيد منها كمان تشغيل اللمبات اللي هون، كمان استخدمنا السولار انرجي نستفيد منها ونشغل القطار الأزمين والفرنس. مايكل مارادايت خلق سنة 1791 وتوفى 1867. هو كان يشتغل بالكيمياء وبالفيزياء، واهم انجازاته كانوا بالفيزياء. بالفيزياء هو ما تعلم بالمدارس، كان يشتغل بمكتبه وهو صغير 16 13، يشتغل بمكتبه ويقرا الكتب. بس قرا الكتب العلميه جذب لها، فصار يحضر محاضرات لكبار العلماء. بالاخر اشتغل معهم، ساهم في العالم. اشتغل معه بالاختبارات وقدر يعرف انه الماجنتيك فيلد لما يدخل الكرنت بالواير بيلف حوالين الواير، وقدر يعرف كمان هيدي تصنع هيدي الهومو بولر موتور اللي بس تفوت لها كرنت هون وفي ماجنتيك فيلد بتعمله الماجنت بتصير تلف بتشوفها هون، يعني لازم تلف فيها كلها. هيدي كانت اساس مبدا هيدا الدينامو اللي بس نحط له كارنت بصير كمان يلف ونعمل ميكانيكال اكشن. بالاضافه للفيزا هو كمان بالكيمياء هو كان اسس للالكتروليسيس اوف ووتر، واسس كمان للجنريتور وللموتر وللترانسفورمر. هو كمان اكتشف البنزين C6H6. بالاضافه لكل هول هو كان محاضر كثير منيح، يعني حاضر بالعالم ويفهم الكل. وبالاخر اهم شيء واللي خلاه ينجح في كل اختراعاته انه هو كان مؤمن بالله، مؤمن بعقيده بتدفعه انه يهديك تشف ويخبر العالم اكتشافاته وعشان يحسن لهم على حياته. ليش تشوف عالم بريطاني خلق الـ1818 هو صغير كان بيضحك كثير وكان عنده مرض فتعلم بالبيت، بس صار عمره 15 سنة بيه مرض فما قدر يفوت على الجامعة. ما قدر يفوت على الجامعة فكمل أبحاثه بمختبر هو عنده بالبيت، لأنه كان يشتغل بالمصنع بيو. جيمس جول تجوز من إيميليا جريمز وراحوا عشان العزل على القلب، بس هنيك التقى بتومسون وعملوا أبحاث عن يدرسوا التمبريتشر بين فوق وبين أكمة الشلال وأسفل الشلال، بس أبحاثهم ما كانت كثير دقيقة. أما نظريات جيمس جول فهي جولز لو إز ذا ترانسفورم أوف إنرجي إنتو هيت كيو إيكوال آي سكوير آر. And the best people said that energy can be created. But Jules did not accept this idea and said that energy can be created, not destroyed. But it can be formed from one form to another. And this theory was named conservation of heat. هون نحن عنا مبين هالنظرية بهذه الفكرة يلي بتحول الويند انرجي لميكانيكال انرجي بتخليها تتحرك، هذه بتبرهن النظرية لجيمس جول. النظرية الثانية لجيمس جول كانت هي ميكانيكال ايكوفالنس اوف هيت، هي كان يعملها ب هيدي الآلة اللي كانت في طبقة يبرمها على
اثنين ماسك على جنب حسب الماسك كان ينزلها مثل ما تغير هون. وكان دغري كان يعرف قديش في كل كل واحد جول قديش بتساوي بالكالوري. وهيك طلعت هذه النظريه كثير قريبه للنظريات اللي عندنا هلا. وهلا احنا في En fait, dans cette roche, il y a un atome qui est constitué d'un noyau. Et dans ce noyau, ce noyau est surchargé de neutrons et de protons, donc du coup, elle se désintègre. Et en se désintégrant, elle produit la radioactivité. Comme nous pouvons le constater sur la lumière qui se propage vers la roche. Et donc, grâce à la radioactivité, nous avons fait de nombreux trucs en radiothérapie. اسمي حسين نعمان. ماري كيري اشتغلت مع جوزها بيير كيري على حجر البشلان. قدرت تكتشف انه هالحجر فيه اوغانيوم راديو اكتيف اللي بيعمل راديوسيون. بعدين اكتشف البولونيوم والتوريوم اللي سمتهم على اسم بلدها بولونيا. مبدا الراديو اكتيفيتي هو اناتوم انستابل. بحاول بيكون عنده يا اكسيد الفوتون يا اكسيد النوترون، بحاول يصير ستابل فبيعمل ايميد راديوسيون. اكتشاف الغاجي اكتيفيتي من خلال ماري كيري ادى الى كثير تطور خصوصا بصور الاشعه اللي بنعمل حالنا. اسمي لما يصير سيت ماكيت كي نوزي بريزونتي ايسي نو بارل دو لا بوتيت كيري كي ايتي انفونتي بار ماري كيري بوندون لا غير لا راديولوجي موبيل كي بيرميت ديفيتي لو ترانسبور دي بليسي دو لا فرونتيير. Et celle-ci nous permet aussi de prendre des radiographies pour les blessés, pour savoir plus précisément les endroits des blessures quoi. Et elle facilite aussi les chirurgies. Merci. Hamad Zawad. هيدي الماكيت عبارة عن أول سيارة إسعاف بالعالم اخترعتها ماري كوري بالحرب العالمية الأولى وكان اسمها البيتيت كوري. وهي البيتيت كوري مهمتها مهمتها انه تساعد الجرحى وعدم جعلهم انه يبعدوا من مكان المعركه الى مستشفيات البعيده. وهيدي الفيتيتوري بتحتوي على المعدات الطبيه الكبيره مثل الراديوثيرابي واللي بتحدد موقع الاصابه بالجسم وبتخلي انه تسهل عمليه العمليات الجراحيه. ماري كوري اول عالمه فيزياء حصلت على جائزه نوبل في عام 1960. مايا دور مدرسه ثانويه سور اتحاد. أينشتاين هو عالم ألماني خلق بسنة 1879 وأول كتاب ألفه اسمه The Investigation of State of Atom in Magnetic Field. ب 1921 أخذ نوبل برايز عشان اشتغل ب 1905 على فوتو إلكتريك إفكت. وب 1939 بعت أينشتاين مع فيزيائيين ثانيين لرئيس أمريكا روزفلت بنص على رفض ضرب قنبلة نووية على هيروشيما باليابان. وقضى كل حياته أينشتاين على نظريات عديدة. وأخيرا ب 1955 توفى أينشتاين بسبب انفجار شريان دم بجسمه. خالد الحاج علي مدرسة الاتحاد. معظم نظريات أينشتاين تعتمد على الإنرجي وتغير الإنرجي. هون هنشوف تطور الإنرجي عبر التاريخ تطور أشكالها. هون كانت أول شيء الماسكولار إنرجي، رجعنا انتقلنا للويند إنرجي، من بعدها أجت الكول الفحم، الفحم الحجري يعني، هون كيميكال إنرجي، بيرجع إلكتريك إنرجي، وآخر شيء ختم أينشتاين بنيوكليار إنرجي. نيوكليار إنرجي اعتمد عليها بفورمولا إيكوال أم سي سكوير. علاج الانرجي بالماس دلتا ام. هلا من خلال الماس ممكن ننتج انرجي ومن الانرجي بنقدر نحولها لماده. اينشتاين اعتمد على قاعده نسبيه وصل لاخر شيء نظريه نسبيه ريلاتيفيتي. من خلال النظريه النسبيه قدر يحدد التايم والماس تغيرهم مع تغير السرعه. اينشتاين صاحب اختراع الليزر وفكرة البراد. هون أينشتاين بعد رسالة لروزفلت انه ما يطلق صاروخ قنبلة نووية على هيروشيما ونكازاكي، بس روزفلت رفض هالشيء.
حسين محسن، ولد حسن كامل الصباع عام 1895 في النبطية في جنوب لبنان، من أسرة متعلمة ومؤمنة. كان والده يعمل في زراعة تربية الماشية. بدأ دراسته في الكتاب، ثم انطلق إلى المدرسة الابتدائية وبرز نبوغه في الرياضيات والهندسة. وفي سنه السابعة نفخ بالون بالغاز وطيره في السماء النبطي وصنع كرة أرضية. وعام 1908 انتقل إلى بيروت ليتابع دراسته في المدرسة الإعدادية ثم في المدرسة السلطانية، وقد تفوق في الرياضيات والعلوم. وفي عام 1916 دخل حسن كامل الصباح الخدمة العسكرية العثمانية الإلزامية، وتعلم اللغة الألمانية من الضباط الألمان، وتابع بحثه في الكهرباء، ورقي إلى رتبة ملازمة أول، وتلقى فيما بعد قيادة مفرزة التلغراف. وبعد انتهاء الحرب وذهاب العثمانيين عمل مدرسا في المدرسة السلطانية. وفي عام 1921 انتقل حسن كامل الصباح إلى نيويورك، حيث دخل المدرسة جامعة إلينوا، لكن حالته المادية حالت إلى دون إكماله العلم، فانتقل إلى شركة جنرال إلكتريك التي عمل فيها مهندسا والتي منحته شهادة هندسة. وفي الشركة كان يتلقى حسن كامل الصباح دولارا واحدا مقابل كل اختراع. طيب، ثم حان حسن كامل الصباح من الحسد والقسوة من شركته، وتبين ذلك من خلال الرسائل التي كان يرسلها إلى أصحابه وأهله. ففي أحد الرسائل قال أنه عازم على استئجار طائرة خاصة للعودة إلى لبنان. وأثناء طريقه إلى الطائرة واجه حادثة غريب دارت حوله شكوك كثيرة، فتوفي في 30 آذار 1935. نقل جثمانه عبر الباخرة اليونانية في إيرون، فدفن في مدينة النبطية حيث أقيم له ضريح، وكرمته المدينة بصنعة مثال له ورفع اسمه على ثانوية المادة. سجل حسن كامل الصباح 37 اختراعا، من بينهم جهاز التلفزة الذي يخزن طاقة شمسية في البطارية ويحوله إلى طاقة كهربائية، وحول الطاقة الهوائية إلى طاقة كهربائية، وكان حلمه أن ينير المنطقة العربية وصحراء الربع الخالي، ولكن يد الغدر حالت دون ذلك. سؤال الأخير إلكم، شو متطلباتكم للدولة بخصوص هذا الموضوع؟ نأمل من الدولة اللبنانية أن تسلط الضوء أكثر على هذا المخترع وأن تدخل ثقافته في المناهج التعليمية. شكراً.